قوي قوي كل اللي على النت لما في واحده تتكلم عن زيت معين كله يقول حلو، كله يقول مش عارفه ايه، كله يقول ايه. لا، في زيوت تانية مهمه، في زيوت تانية احلى، في زيوت تانية بتطول الشعر اسرع. انا بقى هقول لكم حاجه طولت شعري بسرعه جدا جدا. طبعا كتير قوي لو بيتابعوني على انستجرام عارفين الجريمه اللي عملتها اني قصيت شعري الحته الصغننه دي، فانا عايزه اطولها بسرعه كانت قد كده. شفتوا طولت لغايه فين؟ بسبب 2 زيت معين بقيت استعملهم باستمرار بالظبط، وحياه ربنا دي حقيقه. حتى لو شعرك بجد بيقولوا ايه بيعجز كده من كتر القص ومش عايز يطول، لا هيطول وهيطول يطول يطول جدا. شهر بالظبط، شهر بالظبط كده، يعني قيسي شعرك قبل ما تستعمليه وبعد شهر قيسي نفس الحته اللي انت كنت بتستعمليها هتشوفي طولت قد ايه. قبل ما ابتدي الفيديو نعمل لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. مين انا ياسمين، واي سؤال في الدنيا اكتبوا لي تحت في الكومنتات او على انستجرام او على الفيسبوك، واي حاجه بعرضها هتلاقوني كاتباها تحت في الكومنتات بسعرها كمان، عشان في ناس كتير بتقعد تسالني انت جايبه منين الحاجات دي وسعرها كام. هتلاقوا كل حاجه موجوده في صندوق الوصف. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه انا بجيب الهير ماسك ده من ايفا، او حمام الكريم ده من ايفا، سعره 45 جنيه، موجود في كل الصيدليات، ارخص حمام كريم واقوى حمام كريم حرفيا. انا بجد الشركة دي شابو، حلوة جدا 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 في حاجات كتير، طبعا مش كل حاجة، فانا مع الوقت ان شاء الله انا جربت حاجات منها كتير. فيديو تاني كده في المستقبل هقول لكم الحاجات اللي تقدروا تشتروها من ايفا او ما تشتروهاش خالص من إيفا. مش شرط ده خالص على فكرة، اي كريم عندك تستعمليه على الزيوت اللي هقولك عليه، اي حمام كريم مش شرط ده، بس انا بقول لكم اللي بستعمله اللي جاب معايا نتيجة اسرع. اول حاجة انا بستعمل زيت السمسم. زيت السمسم اي زيت هقول عليه انا بحطه على حمام الكريم. قبل ما اخد الشاور بتاعي بنص ساعة بحط حمام الكريم، بحط عليه الزيت ده، ده اسمه زيت السمسم من امتنان، ده 89 جنيه. طيب زيت السمسم فوائده ايه؟ تحفيز نمو الشعر، علاج الشعر من الالتهابات، او في زي الناس عندهم حب شباب يبقى في الشعر. تاني حاجه انا عندي جفاف في فروه الراس، الجفاف ده بيساعد ان الشعر يتكسر ويقع، ده بيعالج جفاف الشعر، بيرطب جدا جدا جدا. طبعا احنا ما بنحطش حمام الكريم على الجذور، لما بيبقى في ايديا حبه زيت في الاخر كده بعمل الجذور، مش بغرق الجذور خالص، لا بحط حبه زيت في ايدي كده واوزع على الجدر بتاع شعري او الفروه بتاعت شعري نفسها، واقعد ادلك حاجه بسيطه قوي، ما بقعدش ادلك، يعني في ناس بتدلك غلط ومع التدليك الغلط الشعر كمان بيقع. طيب فوائده ايه تاني؟ الناس بقى الصغننين الاطفال الجمال كده اللي عندهم امل، ده بيعالج الامل وبيخفيه تماما. احنا في فتره المدارس دلوقتي، اي ام في الدنيا بتعمل حمام كريم لبنتها تحط عليه شويه زيت سمسم، هتلاقي شعرها ده اختلف 180 درجه، بيعالج الشعر وبيعمل غلاف على الشعر، بيحميها من الشمس وبيحميها من اي تكسير، واحلى حاجه في الدنيا انه بيلمع الشعر. طيب اول حاجه ده ريحته وحشه جدا، ريحه السمسم فظيعه، ريحه الزيت البيور من زيت السمسم فظيعه وحشه جدا، فلازم تحطيها على حمام كريم، ولما تيجي تحطي فروه راسك بتحطي كميه بسيطه قوي عشان الريحه ما تلزقش فيك. عشان كده انا بقول لك كميه بسيطه على ايدك عشان ما تلاقيش ريحته وحشه وتقول انا السبب، اوكي؟ تمام. تاني حاجه انا بستعملها، ما بحطش الاثنين على بعض، بالاخر انا ما بحطش الاثنين على بعض، بعمل اسبوع احط زيت السمسم على الحمام الكريم، واسبوع بحط زيت بقى التاني دوت على حمام الكريم، ده اسبوع وده اسبوع، يعني ده مرتين في الاسبوع وده مرتين في الاسبوع، وماشي على الطريقه دي. الزيت التاني بقى ايه المفاجاه بقى؟ ده زيت جنين القمح، طبعا محدش بيتكلم عليه كتير، الحاجات دي بجد والله مش كل زيوت، زيت الارجان وزيت جوز الهند زي زيت جنين القمح. زيت الجنين القمح ده اغلى نوع زيت، ده بيتعصر على البارد، ده سعره كام؟ ده سعره 300 وحاجة، هو غالي. انت واثقه في العطار اللي تحت البيت جيبي منه، انا بجيب من امتنان، اوكي؟ ده من امتنان حاجه غاليه وواثقه فيها وعارفه بحط ايه على شعري، لان انا جبانه جدا في موضوع الحاجات دي بالذات بتاعه الشعر، بخاف قوي من الحاجات الطبيعيه. انا من غير فزلكه هقول لكم الحاجات اللي انا حصلت معايا، منع تساقط الشعر، منع تكسير الشعر، وكمان حفز على نمو الشعر، ده كمان لقيته فيه الزيت جنين القمح. طبعا ده برده ريحته وحشه، ريحته وحشه بنحطه على حمام كريم عشان الريحه ما تضايقكيش انت شخصيا، انا ما بحبش الريحه الوحشه، ساعات بتهيألي طول الوقت حتى لو غسلت شعري كويس ده ريحه من كتر ما انا شميته حاسه ان الريحه، وبقعد اغسل شعري وابوظه اكتر، فاحطه حمام كريم احسن، ووزعه حمام الزيت مع حمام الكريم على بعض على شعري كله، بجد هيفرق جدا جدا معاك. فهو ده اللي انا بستعمله لشعري وجاب نتيجه معايا وفرق جدا. فضلت اعمل شعري
لمدة شهر وحاجة، وفعلا ما شاء الله الله أكبر شعري طول، واتبسطت جدا وفرحت جدا إن أول مرة أجيب حاجة طبيعية وتفرق معايا كده، لأن أنا بشخصيتي ما بحبش الحاجات الطبيعية، بحب الحاجات اللي عند الدكتور يكتب لي كده، راح الصيدلية أشتري وأحط على شعري، غير كده ما أجيبش حاجات طبيعية. بس دول قعدت أقرأ عليهم فترة طويلة جدا جدا، أحسن أنواع زيوت للشعر هو زيت جنين القمح وزيت السمسم، حطيهم على حمام كريم لأن الزيوت الأصلية ريحتها وحشة. آخر فيديو جاي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي فيديو جديد. أنا مين؟ أنا ياسمين، مستنيكم الفيديو الجاي. باي باي.